ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على قرى محلية كليل بولاية نوبدارفور المستمر منذ يوم الأربعاء إلى 15 قتيل و30 جريحا، بينما أعلنت السلطات فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المحلية منذ مساء السبت. وتضاربت الإحصائيات الرسمية والأهلية بشأن عدد الضحايا، حيث أعلن مدير الشرطة ومقرر لجنة الضحايا مقتل 11 شخص من بينهم جنديين في الشرطة والسحر السريع و21 شخصا تم إحضارهم من بينهم ثلاثة من الشرطة وتسعة إلى حرب وسبع قرى وفقدان بعض الأموال من ثروة حيوانية وحرق محاصيل. وأشار إلى وصول 57 مركبة وقوة مكونة من 400 جندي من القوات المسلحة والدعم السريع الشرطة والمخابرات إلى المناطق المتأثرة، ونبه إلى ضبط عدد 2 توك توك ومركبتين تحمل مسلحين وتدوين بلاغات بقسم بليل. وأضاف مدير الشرطة في هذا الخصوص: خلال الأحداث دي فقدنا عدد من الشهداء من المواطنين، يمكن 9 من المواطنين، فقدنا شهيد من الشرطة جندي شهيد موصوف حسن، وكذلك شهيد من قوات الدعم السريع جندي محمد عبد الرازق اللي هو ده قتيل في وقادم في إذن من خرطوم في طريق نيالة الفاتر، يمكن تم حبه بحجار من بعض من جانبه. قال سلطان عموم التاج جعفر آدم إبراهيم سليمان في اجتماع مع هيئة محامي دارفور بالخرطوم يوم الأحد أن عدد القرى التي تم حرقها كليا أو جزئيا بمحلية بليل في مدينة نيالة تبلغ 11 ذرية من أصل 15 ذرية، وأكد أن عدد القتلى من جراء الأحداث حتى الآن 15 قتيلا، وأشار إلى مقتل شرطي.